أسعد الله مساءكم بكل خير. عبد إخباري مباشر من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. في إطار تعليمات سامية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وكالة بيت مال القدس الشريف تقوم بتوزيع كمية هامة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية بالقدس. مغربية الصحراء تواصل حصد المزيد من الدعم الدولي. جمهورية التشيك تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي مقترح جاد وذو مصداقية وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. ومن العيون ربورتاج حول الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أدوارها ومجالات تدخلها في إطار العلاقة بين المستهلك والمورد. ومسرحية قرفاف رواية عالمية بأداء حسني تجمع في تفاصيلها بين التشخيص المحلي واللهجة الحسانية. أهلا بكم من جديد. البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى السيد ألكسندر فان دير بيلين رئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، شهد مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس اليوم عملية توزيع كميات هامة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي خصصتها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية. تقرير لطيفة بن حليمة. التفاتة جديدة ذات بعد إنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى الغذاء والدواء في ظل الأوضاع الراهنة بالقطاع. بتعليمة ملكية سامية سلم مكتب وكالة بيت مال القدس الشريف لمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس كميات من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي خصصتها الوكالة للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية التي تتكفل بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية الناجمة عن تطورات الوضع في غزة. هذه المساعدات التي وصلت إلى القدس الشريف يدل على أولا حرص صاحب الجلالة على إيصال هذه المساعدات بالسرعة الممكنة وبالوقت المناسب لإيصالها إلى المستفيدين وإيصالها إلى الجهات المختصة. أنا أعتقد بأن هذه المبادرة إن دلت على شيء فهي تدل على أخوتنا ومحبتنا وتلاقينا، باعتبار أن قضية القدس والقضية الفلسطينية وما يتعرض له أهلنا اليوم في غزة الأبية إنما يعني الأمة العربية كلها. احنا حابين نشكر الشعب المغربي ممثل بقيادته اللي تربطنا فيها دائما علاقات رائعة وتاريخية موجودة بيننا وبينهم، وهذا يدل على عمق الأخوة والعلاقات الجيدة اللي بتربطنا معهم، خصوصا انه المغرب خارج من أزمة كبيرة قبل شهرين بالزلزال اللي كان موجود والضحايا اللي احنا كنا تأثرنا عليها. في هذا اليوم كانت الإغاثة عبارة عن مساعدات إنسانية ومساعدات طبية للعديد من مؤسسات القدس الصحية، وهذا جاء في الوقت المناسب وفي الإطار المناسب أيضا، فأحوج ما تكون مؤسساتنا إلى هذه المساعدات الطبية والإنسانية. هذه المؤن الغذائية والمساعدات الطبية وجهت لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا لمستشفى المقاصد ومستشفى المطلع، وقد قوبل وصولها بإشادة كبيرة من طرف الأطر الصحية الفلسطينية. هذه ليست المرة الأولى اللي بتكون بهيك مساعدات، طبعا أهميتها
في ظل هذا الظروف الصعبة للمرضى اللي موجودين في المستشفيات القدس وخاصة في مستشفى المطلع. منذ بداية إعلان حالة الطوارئ في شبكة مستشفيات القدس كانوا هم السباقين بيد مد العون ولم نتردد في طلب المعونة والمساعدة. نقول شكرا لجلالة الملك الذي يضع القدس وفلسطين من أوائل جدول أعماله في كل وقت، وهو الحاضر الدائم في هذه البلد مع شعبها وأناسها في كل حالاتهم. هذه المساعدات الإنسانية كان لها أيضا عميق الأثر في نفوس المرضى والمصابين الفلسطينيين. مبسوطين الحمد لله في كل اللي بيعملوا لنا، مشكورين هم وإحنا مبسوطين رغم ألامنا وجراحنا. أنا صبح عندي شهيد على هالصبح. لما بتقدم الإنسان بيقدم لمستشفى أو لأيتها أو لمؤسسة اجتماعية أو الخيرية أو لحاجة، يعني قدم لكل الشعب، يعني مش بيقدم لواحد فرد. نحن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه اللفتة الكريمة السريعة بإرسال هذه المعونات، إن كانت الغذائية أو الطبية، حتى لأهلنا الذين يعيشون الآن في القدس من غزة. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كرمه، على محبته للشعب الفلسطيني، وعلى التزامه للقضية الفلسطينية العادلة. وكانت طائرتان عسكريتان مغربيتان تحملان مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين قد وصلت أمس إلى مطار العريش بمصر، وتم تسليم حمولتهما للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة. ويندرج القرار الملكي السامي في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثابت لفائدة القضية الفلسطينية. على غرار كل يوم خميس عقد اليوم مجلس الحكومة برئاسة عزيز خنوش رئيس الحكومة. أشغال المجلس خصصت للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا. نتعرف عليها رفقة عماد أمسمير وعبد الرحيم فيلول. في بداية أشغال مجلس الحكومة تداول المجلس وصدق على مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات المؤمن الذي لم يؤدي اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير. ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية. وانتقل المجلس إثر ذلك للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية. عقب ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والمتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات التعيين في مناصب عليا.
قضية الصحراء المغربية تواصل حصد المزيد من الدعم من جمهورية التشيك، تأكيدا على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهود جاد وذو مصداقية من جانب المملكة وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. وبذلك يصل عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدعم مخطط الحكم الذاتي إلى 14 بلدا. هذا تأكيد كان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي في براغ. محمد رضا العبيدي وحسناء موسوي. بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك شراكة، حوار، تعاون وإرادة لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين ضمن عناوينها إعلان مشترك وقع اليوم ليتوج زيارة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى براغ. إعلان جددت من خلاله جمهورية التشيك دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 لطي النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وضمن نقاطه أيضا تعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية. يتمتع بلدانا بعلاقات ممتازة، فالمغرب ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية التشيك في القارة الإفريقية. قبل لحظات قليلة وقعنا على إعلان مشترك سيساعد على الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى متميز وتعزيز ديناميتها. اتفقنا في اجتماعنا اليوم على تعميق التعاون خاصة في مجال صناعات الدفاع والصحة والتعدين. عنوان آخر لهذا الإعلان المشترك إشادة بالإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن تجلياتها النموذج التنموي الجديد. رهان آخر ينشده البلدان من خلال الإعلان المشترك توطيد الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، خاصة ما تعلق منها بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية. هي مناسبة لنؤكد لأن العلاقات بين البلدين هي علاقات قوية، وأننا حققنا مجموعة من النتائج الإيجابية سواء في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري أو في إطار التنسيق بيننا حول مجموعة من القضايا. الزيارة تأتي كذلك في إطار تعليمات جلالة الملك محمد السادس لتنويع الشراكات للمملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، وأن نقوي شراكاتنا بالإضافة إلى الشركاء التقليديين في جنوب أوروبا مع شركاء آخرين خاصة في وسط وشرق أوروبا. ونعتبر جمهورية التشيك شريك قوي للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي. المغرب والتشيك إرادة مشتركة لمواصلة توطيد الشراكة المتميزة وترحيب بزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات التشيكية بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة لتعزز علاقات تاريخية ودبلوماسية تحتفي العام المقبل بمرور 65 سنة. انعقد أمس بمراكش اجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، وذلك على هامش إشغال النسخة الثالثة للقمة المغربية للنفط والغاز التي اختتمت اليوم. الاجتماع شارك فيه قرابة 180 من الشخصيات الحكومية والخبراء الدوليين، وخصص بالأساس لمتابعة تقدم مستوى مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب ودراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وكذا المسح. وعبر المشاركون عن التزامهم وعزمهم على ضمان نجاح هذا المشروع. في موضوع آخر، حفل ديني نظم بكافة الأقاليم الجنوبية على غرار أقاليم المملكة إحياء للذكرى 25 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك بحضور ممثل السلطات المحلية والعديد من الفعاليات المدنية والعسكرية والمواطنين. تمت بالمناسبة تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية.
كما تم رفع كف الذراع إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. ودعا الحضور من الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد. كما تضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. بمدينة الدخلة وبمناسبة الذكرى 25 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، تم تنظيم حفلين دينيين بكل من زاوية شيخ محمد المامي وزاوية السالمية للشيخ محمد سالم، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. بكر دليمي ومحمد يدهز. في أجواء ربانية وروحانية مفعمة بالتقوى والخشوع أحيت زاوية الشيخ محمد المامي بالداخلة حفلا دينيا ترحما على روح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وقد تميز هذا الحفل الديني بتلاوة جماعية للقرآن الكريم مع إمداح نبوية، وقف الجميع بكل خشوع وإجلال ترحما على روح الفقيد العروبة والإسلام المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. خلدت اليوم زاوية الشيخ محمد المام بإقليمها وسرت ذكرى رحيل المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بمقر الزاوية الداخلة، حيث تم ختم القرآن والأدعية للمغفور له الملك موحد البلاد، كما تم الدعاء للملك محمد السادس نصره الله وحفظه ورعاه بأن ينصره ويثبت أوطانه وينصره بولي العهد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن وصنوه المجيد مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة العلوية المجيدة إنه سميع مجيب. اليوم نتواجد برحاب زاوية أهل الشيخ المامي، الحمد لله ختمت السلاك القرآنية وقراءة ياسين وسورة الملك ترحما على هذا الفقيد الحسن جلال المغفور للحسن الثاني الذي قدم الكثير في سبيل نهضة المغرب الحمد لله، ومد وما البيعة الشرعية لإقليمي والذهب له سنة 1970 إلا دليل على حبهم لملك حبه على الصحراء وجميع القبائل الصحراوية لملكهم ولبلدهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته هو والده المنعم المغفور محمد الخامس، وأن يحفظ سر خلفهم أمير المؤمنين جلالة محمد السادس الذي واكب التنمية في جميع المجالات. نسأل الله له التوفيق. هذا وتميز حفل ديني آخر نظمته الزاوية السالمية للشيخ محمد سالم أيضا بالداخلة بتلاوة جماعية لآيات بينات من الذكر الحكيم وابتهالات وأذكار وأمداح نبوية. واختتم هذا الحفل الديني بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ذأبت زاوية الشيخ محمد بن محمد سالم من كل سنة على إحياء ليلة حفلة تأبينية لتخليدا لذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك بختم للقرآن الكريم وقراءة جماعية لسورة ياسين والملك ووصلات مديحية وقصائد شعرية رثائية في فقيد الأمة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. فبهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم فقيد العروبة والإسلام المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وأن يجمعه مع والده المعظم في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، كما نسأل الله جل وعلا أن ينصر أمير المؤمنين وحامي حما هذا البلد الأمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع إن شاء الله. تعتبر هذه المناسبة فرصة يستحضر فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال المسار المتفرد لملك عظيم وهمام وزعيم مؤثر طبع ببصماته التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كما أثر بشخصيته وحكمته وبعد نظره في الأحداث العالمية الكبرى التي ميزت هذا العهد. في موضوع آخر وجمعويا هذه المرة، حيث تقف الجمعية المغربية لحماية المستهلك كرقيب ومنظم للعلاقات بين المستهلك والمورد. تفرح باني تمثل حالة مستهلك يتردد إلى شباك حماية المستهلك، فما هي قصتها وما هي أدوار هذه الجمعية؟ الإجابة رفقة الغالي كوارا وأبو جمع الزاوي. محاولة منها حماية حقوقها كمستهلكة، ولأنها تعرضت لمشاكل تخص قيمة الفواتير المدفوعة، فقد قررت فرح التوجه لهذا المقر شباك حماية المستهلك. هنا تودع شكايتها، وبعدما يستقبلها المسؤولون بالمركز يطلعون على تفاصيل حالتها لتبدأ رحلة دوري جمعية حماية المستهلك. الحمد لله ولله الحمد، هذه الجمعية حلت عدة مشاكل للمواطنين ولله الحمد، واليوم ندون نعرف منين وصلت الشكاية اللي قدمت، وكان الحلول كان يعني جبروا لي حل والله الشعل المشكل اللي سلف الذكر. وننصح أي مواطن عنده مشكل كما كان ما يتردد، فجمعية حماية المستهلك تفتح أبوابها أمام المواطنين بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة. استقبلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك اليوم مواطنة مساكنة العيون اللي فات قدمت شكاية لمقر شباك المستهلك المهني في العيون، وكان هدف مستقبلها في مقر الجمعية أن تم توجيهها وإرشادها وجواب الشكاية اللي فات قدمت لنا. وهذا هو دور شباك المستهلك المهني مدينة العيون، أنه يحل النزاعات وأن يقوم بالتوجيه والإرشاد للمواطنين مجال حل شكاياتهم. منذ 3 سنوات شرع هذا المقر عمله المنوط به كفرع لجامعة المغربية لحماية المستهلك في استقبال الشكايات، واحدة من عديد الشكايات التي يتقدم بها المتضررون إلى هذه الجمعية التي تعمل على حماية حقوق المستهلك بإطار القانوني 31-08، وتتكفل بإرشاد المستهلك وتوعيته ومراجعة وضمان حقوقه في الإعلام وحقه في التراجع والاختيار والاستغناء إليه وحقه في التمثيلية. خاص المواطن والمستهلك على وجه التحديد خصوصا في مدينة العيون عم يتوجه للشباك المستهلك المهني من أجل حل النزاعات اللي كتكون بين المورد والمستهلك، ونوجههم كذلك وتوجيه الإرشاد ونحسهم كذلك مجموعة من القوانين اللي كتهمهم. يتضمن القانون 31-08 أحكاما وأساسيات تمكن من حماية حقوق المستهلك، وتعمل على موازنة علاقات المستهلك بالمورد، وذلك للحد من التجاوزات غير القانونية وكذا حماية قدرته الشرائية. وتبقى مسؤولية المستهلك معرفة أنواع السلع وأصناف الخدمات وتحري الجودة في حدود الوعي بمسؤوليته تجاه البيئة والمجتمع ككل. وقد دخل القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية الخاصة بالمستهلك حيز التنفيذ منذ 17 أبريل 2011، وتختصر أنشطته في توعية المستهلك وإرشاده وضمان سلامة حقوقه. دعم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور عددا كبيرا من المشاريع، وزاه التأطير والتكوين بمنصة الشباب ثم تتبع لإنجاح هذه المشاريع المحدثة في كافة المجالات. ربورتاج من بوجدور لمحمد المصطفى خيا، محمد مولود ملاخف ونفس باعي. جهود جبارة بإقليم التحدي بوجدور لجعله إقليما حداثيا ومتطورا في كافة المجالات، منها التأهيل الحضري وتقوية البنى التحتية وتوفير كافة التجهيزات الأساسية. جهود تنموية توازيها جهود أخرى في مجال دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سنة 2020 افتتحت رسميا منصة الشباب ببوجدور
تشرف عليها جمعية بوجور المبادرة، ومن اهتماماتها تنظيم دورات تكوينية متنوعة ومكثفة لفائدة الأطر المسيرة للمراكز الاجتماعية والجمعيات الناشطة والمستفيدة من دعم البرنامج. منصة الشباب بوجدور فتحت أبوابها للمرأة البوجدورية على أنها تنفتح على ياسر من المسائل اللي ما كانت تعرفهم، اللي ساعدتها في أن دخلت مجالات ياسرة، منها المراكز الأندية النسوية ومراكز وجمعيات فاعلة، خلت المرأة البوجدورية على أنها تزيد القدام أكثر من كان. عودتنا منصة الشباب دائما على الدورات التقنية وعلى الهدف العام اللي منها، والحمد لله كان عندها أثر كبير من منصة الشباب بوجدور في خلق مجموعة من المشاريع لفائدة الشباب والساكنة بشكل عام. كما تركز منصة الشباب ببوجدور المرفق التكويني والتأطيري لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تدبير المشاريع والبرامج الاجتماعية وتعليم منهجية وتقنيات البحث الاجتماعي وسبل إنجاح التدبير المالي للجمعيات وتنظيم ورشات في مجال المقاولاتية، بالإضافة إلى ورشات في فن التصوير الفوتوغرافي. دور المبادرة الكبير اللي جعلت من هذه الجمعيات أنها تخلق لهم مجموعة من التكوينات، وفي نفس الوقت تخلق مجموعة من المشاريع. يعني الإنسان أي جمعية يبغى تكون يبغى تدير مشروع إلا ولا بد أن تخطى من مجموعة من المراحل، ومن بين المراحل هي التكوينات، لأن التكوينات أساسية في ذاك الفاعل الجمعوي باش يكون عنده مجموعة من المهارات، مجموعة من الاستراتيجيات اللي غادي يعمل بها مستقبلا في الجمعية ديالو أو ينفذ فيها مشروع. كافة محاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببوجدور لقيت نجاحا هاما وحققت نسبة كبيرة في مستوى الدعم والتأطير والتكوين، واهتمت بالفئات الهشة عبر الدعم والمواكبة لإنجاح المشاريع المدعومة. منذ 18 سنة موعد انطلاق الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبرنامج يحقق على مستوى إقليم بوجدور نجاحا هاما على كافة المستويات، تجسد في تأطير وتكوين عدد كبير من الجمعيات الناشطة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والرياضية ودعم مشاريعها في هذه المجالات. من إقليم التحدي بوجدور، محمد المصطفى خيا محمد مولود ملاخاف ونفع السباعي لقناة العيون. تنمويا، يعد مطار إقليمين بنية إنمائية من الجيل الجديد للمحطات الجوية بالمملكة، ساهم إحداثه في إنعاش حركة النقل الجوي بجهة إقليمين وأدنون ومواكبة أوراش التنمية الكبرى المزمع توطينها بالجهة. روبورتاج حافظ محضار وجمال الخصاصي. مطار إقليمي معلمة إنمائية أحدثت وفق تصاميم تستجيب للمعايير الهندسية والتقنية الحديثة. محطة جوية باتت تؤمن رحلات يومية بين جهة إقليمي وأدنون والعاصمة الاقتصادية للمملكة. مطار يتيح أيضا رحلات مباشرة ليومين في الأسبوع تصل جزر الكناري ببوابة الصحراء المغربية. بالنسبة لهذا الخط وفر علينا شحال ديال الحاجة، كنربحوا شوية ديال الوقت، لأنه من قبل كنا كنمشيو حتى العيون وكنمشيو حتى لاكادير، دابا اختصر الخط، اختصر لنا المسافة. دابا الحمد لله كنسهلوا علينا الأمور. بالنسبة للطيران كنجو من لانسهاروتي، كتغدى مع عائلتك هنا الحمد لله، ومن قبل راه خاصك تضرب نهار ديال الطريق نهار ونص ولا هذا، ما دابا الحمد لله راه كل شيء كتخرج من كتجي لهنا كتوصل ديريكت، كتخرج من هنا مولي كتمشي عند أهلك ديريكت لهي الحمد لله. أنا ولد سيدي يفني وكنجي ديما لهذا المطار وكنركب فيه، لأن ديال المطار ديال العيون بعيد على هاد النواحي كلشي يقول يمين وسيدي يفني. اللهم هذا المطار مزيان. إحداث هذه البنية الجوية أسهم في تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، حيث ارتفعت أعداد المسافرين من مطار إقليمين صوب الوجهات المحددة بنسب قياسية منذ تشييد هذه المعلمة، التي مكنت من تعزيز انفتاح جهة إقليمين وأدنون على عديد الوجهات الوطنية والدولية. شيدت هذه المحطة الجوية الجديدة على مساحة إجمالية قدرها 7000 متر مربع، وهو ممكن من بلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 700,000 مسافر في السنة. ويأتي بناء هذه المحطة الجوية الجديدة في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات، الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات الجهوية. وقد استقبل المطار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية
ما يقارب 23,000 مسافر، وذلك بارتفاع قوي تقدر نسبته ب 76% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 و 139% من سنة 2019. بنية جوية تواكب فرص التنمية المقبل عليها جهة تقليم وادنون وبرامجها الاستراتيجية الكبرى الآنية والمستقبلية. هذه المحطة الجوية إضافة إنمائية ببوابة الصحراء المغربية أنعشت الخطوط الجوية الوطنية والدولية وفتحت آفاقا واعدة للنماء والتطور بهذه الجهة الجنوبية. من مطار قليمي محافظ محضار وجمال الخصاصي. فنيا ما احتضنت قاعة العروض بدار الثقافة العيون فصول العرض الأول للمسرحية الحسانية قرفاف، والتي تعرض من طرف جمعية النخيل للثقافة والفن والتربية. في المتابعة سلك بجدور والتراد البساتي. ما يربو عن الساعة رسم خلالها العرض المسرحي قرفاف المقتبس عن مسرحية الدب للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف، مشاهد فنية وصور جمالية استعملت فيه كل وسائل العمل المسرحي باللهجة الحسانية وبنص مسرحي يجمع بين الفرجة والأداء المتزن. اشتغلنا فعلا ريبرتوار المسرح العالمي من خلال مسرحية الدب للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف، طبيعة الحال دائما في إطار التنقيب على المواهب المسرحية في الأقاليم الجنوبية في هذا الربع، في محاولة منا دائما للرقي بالممارسة المسرحية الاحتراف إلى المجال إلى يعني المستوى الاحترافي. حاولنا أن نشتغل مع مجموعة من الشباب المنطقة من خلال هذا العمل، هذا على عمل عالمي بلهجة حسانية بطبيعة الحال، في بحث حثيث دائما لاقتناء الخصوصية وللتعريف أيضا بهذه اللهجة على المستوى الوطني. العرض المسرحي يجسد كوميديا من فصل واحد تقدم للمتلقي حكاية إنسانية وعن مدى احتياج الناس لها في حياتهم والطاقة المتجددة التي تجعل من الحياة طقسا ممكنا يتابع فيه الناس حياكة أحلامهم وأملهم. الدور اللي لعبت في مسرحية قرفاف هو دور الأرملة، هي واحد المرأة اللي توفى مولا خيمتها وعايشة في حالة حزن، وقبضت وعد على أنها ما تمرق ما تخلط مع المجتمع ما تتم حزنة طول عمرها، يغير لها يجي واحد الشخص اللي مدين عند زوج متوفي، من هو اللي تبدأ القصة، يعني واحد الصراع طول المسرحية بينها مع الشخص اللي سهل فضف مولا خيمتها المتوفي، وفيها يعني كوميديا وفيها ياسر من المواضيع اللي يتكلموا عنهم، نظرته هي للراجل ونظرته هو المرأة. عمل فني ممتاز استفدت منه، اللي هي نقطة مهمة في مسار الفني، مع أن العرض المسرحي تفاعل مع الجمهور تفاعل إيجابي، وكانت فرجة وكانت تجربة جميلة مع الفريق الفني والإداري. يقدم النص تشريحا لطبيعة العلاقات التي توجد بين شخصيات المسرحية وقدرتها على التعايش مع التناقضات البيئية التي تجمعها في قالب فني يمتح من المقومات الأدبية والفنية الاجتماعية والثقافية الحسنية. رياضيا، وبعد مرحلة أكادير طنطان حل المشاركون في لحاق الدراجة النارية بمدينة العيون في إطار مرحلة يعتبرها المتسابقون من بين أصعب المراحل للحاق، يعرف مشاركة أزيد من 20 دراجا من عدة قارات. وتميزت مرحلة العيون ضمن هذا اللحاق بالمنافسة القوية بين المشاركين. تفاصيل رفقة سلك مجدور والمختار خيا. توصلت تطوير لحاق الدراجات الوراق بمرحلة جديدة وبتضاريس خاصة، ومنافسة بين المتسابقين تسمها ظروف وعورة تضاريس الصحراء بمشاركة ممثلي نادي العيون الرياضات الميكانيكية للدراجات النارية في تجربة جديدة وتحد فريد في هذه الرياضة الميكانيكية. وهي فرصة لدراجي جمعية أبناء المنطقة، خصوصا اليوم في مرحلة العيون يعني أبناء المنطقة اللي كانوا اليوم أبانوا على أنهم أدرى بهذا التراب ديالها كما كنقولوا، يعني توفقوا اليوم ونهوا المسار في توقيت جيد، الملاحة حتى هي دازت أمور جيدة، وهي فرصة للدراجين أنهم أبانوا على المستوى الجيد ديالهم. We have had a very nice day today.
إنه ليوم جميل وأجواء رائعة هنا، لقد قطعنا مسافات طويلة من الكيلومترات عبر الرمال الذهبية والناعمة والساحرة، كل شيء هنا من تضاريس هو رائع حقا والأجواء جد رائعة. اليوم دازت مرحلة شوية صعبة، العيون ليطاب ديال العيون، العيون فيها تقريبا 340 كيلومتر، الحمد لله دازت بسلام وحنا راه رجعنا بخير الحمد لله، وباقي تابعنا غدا ان شاء الله جوج ديال لي زيتاب، يعني غدا وبعد غدا عندنا العيون سمارة وسمارة العيون، وكتنتهي الرحلة ديالنا في الرالي ديال مارويكوس اكستريم 2023 في مدينة العيون ان شاء الله. اللحاق الذي يعرف مشاركة أزيد من 20 دراجا من عدد من الدول من أوروبا أمريكا وإفريقيا، وبعد مرحلة العيون العيون على مسافة 299 كيلومتر سيواصل المنافسة بالمرحلة السادسة العيون السمارة، والمنتظر أن تشهد منافسة وإثارة بين الدراجين المشاركين. ولأن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير لمحمد نوار لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: تلقت جبهة البوليساريو صفعة قوية من الائتلاف اليساري الإسباني سومار الذي كانت تراهن أن يضمن مواقفه التقليدية الداعمة لها في اتفاق تشكيل الحكومة مع الحزب الاشتراكي العمالي. وشاهدت جبهة البوليساريو بكثير من الحسرة وثيقة الاتفاق بين سانشيز وتحالف سومار المكون من 48 صفحة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وهي لا تتضمن شعارات يولاندا دياز الانتخابية لدعم أطروحة الانفصال، ولم يرد ذكر قضية الصحراء المغربية في نقاط الاتفاق المعنون بإسبانيا منفتحة على العالم وبصوتها على المسرح الدولي، على الرغم من المشاحنات السياسية التي أطلقها تحالف سومر ضد المملكة المغربية وضد موقف مدريد من دعم مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية ووعوده بإحداث تغيير في الموقف. يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: يوجد بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي بإسبانيا على بعد خطوة فقط من إعادة تعيينه على رأس الحكومة الإسبانية التي يقودها منذ 2020، غير أن انسداد الأفق السياسي دفعه إلى الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها انتهت باحتلال حزبه المركز الثاني بعد الحزب الشعبي الذي فشل في إقناع باقي الأحزاب عقب تكليفه من قبل العاهل الإسباني لتشكيل الحكومة. ويتجه رئيس الوزراء الإسباني المؤقت لاستعادة منصبه بعد إعلان الحزب الاشتراكي الذي يقوده وتنظيم سومر من أقصى اليسار التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تقدمية. وقال التنظيمان السياسيان في بيان إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق حكومي منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليوز، ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: جددت جمهورية تشيك اليوم الخميس التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، معتبرة إياه مجهودا جادا وذا مصداقية من جانب المملكة المغربية وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. وجاء هذا التأكيد في الإعلان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس ببراغ كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية تشيكي يان ليبافسكي. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الخميس في براغ أنه بعد الموقف الذي عبرت عنه جمهورية تشيك اليوم أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم وتثمن مخطط الحكم الذاتي، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالة الملك محمد السادس. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: ظهر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشكل بائس خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول مشاركة النساء في السلام والأمن الدوليين من خلال تكرار أكاذيب بلاده حول قضية الصحراء المغربية. وردا على هذه التصريحات المغلوطة التي أدلى بها الوزير الجزائري خلال هذه المناقشة التي جرت يوم الأربعاء بنيويورك، أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر القادري أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
الجزائرية كانت الوحيدة التي تطرقت إلى الصحراء المغربية من بين الدول 100 الأعضاء والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري أثبت مرة أخرى إذا كانت ثمة حاجة إلى تأكيد ذلك أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية الذي افتعلته وتبقي عليه، مضيفا أن المسؤول الجزائري اعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى الصحراء المغربية بعبارات مضللة تنم عن الحقد الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المحجوب قماز والرمضان عن سن 53 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أزوفيض. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سعيد العبد الله والشيع أبو شنة عن عمر يناهز 30 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بعيطة. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة رقيمة أبو جمعة والمحمد والبربرة عن سن تناهز 86 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت زكري. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة رقيبي عن عمر يناهز 83 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة شرفاء رقيبات. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم صبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نبقى مع التوقعات الجوية ل 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المنتظر أن تبقى الحرارة مستقرة على العموم. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 25 درجة بالرباط، 23 درجة بسيدي إفني، 26 درجة بكليميم وطرفاية، 30 درجة بكل من أسا والزاك، 25 درجة بطنطان، 26 درجة بطرفاية، 30 درجة بالعيون و 29 درجة بكل من السمارة وبكرع. كما ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة بقلت الزمور ومطريقة، 28 درجة بالداخلة، 34 درجة بأوسرد، 32 درجة بالقويرة. حالة البحر بالبجية الأطلسية، سيكون البحر هائجا لكثير الهيجان على طول المحيط الأطلسي. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و13 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 29 درجة بالنواذيب، 38 درجة بالنواكشوط وتوذني والربوني، 37 درجة بأطار، 43 درجة بكي هيدي، و30 درجة بتندوف. وقبل ختام هذا تذكير بأبرز العناوين. في إطار تعليمات سامية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وكالة بيت مال القدس الشريف تقوم بتوزيع كمية هامة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية بالقدس. مغربية الصحراء تواصل حصد المزيد من الدعم الدولي، جمهورية التشيك تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي مقترح جاد وذو مصداقية وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. وتابعنا من العيون ربورتاجا حول الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أدوارها ومجالات تدخلها في إطار العلاقة بين المستهلك والمورد. ومسرحية قرفاف رواية عالمية بأداء حساني تجمع في تفاصيلها بين التشخيص المحلي واللهجة الحسانية. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.